في موضوع آخر، وفي وقت تعمل فيه الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الإسمنت، تعرف أسعار هذه المادة ارتفاعا فاق 50%. التفاصيل مع سلف دعماش وفارس شايب. تحركات الحكومة للفوز برهان تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الإسمنت قابله مضاربة في أسعار هذه المادة التي وصلت إلى 800 دينار للكيس الواحد. 80,000 ليه طلعت 80,000؟ خاطر ماكش تمشي الإسمنت في السوق السوداء، لا خاطر كون احنا المصنع يدعمنا ويعطينا نهزه من المصنع بربي ان شاء الله سيما ما تفوتش 44,000. المشتري يجي يلحق لنا يشريها ب 44 ما يشريهاش ب 80. احنا الهامش تاعنا الربح تاعنا اللي نديوه في الاسمنت يكون يا 80 يا 40، هذا هو هو. احنا يدير 80,000 نديو الهامش هذاك الربح تاعنا صغير مع النقل مع هذيك، وكي يدعمونا الدوله بربي ان شاء الله ما تكونش السعر هذا تاع 60 و70 والله بربي ان شاء الله تولي 44,000 سيما. ارتفاع أسعار مواد البناء زاد من متاعب المقاولين الذين أرهقتهم عدة مشاكل ميدانية. كان مشكل تاع السيما، لا كان مشكل تاع الإسمنت، وكانت يعني المقاولين كانوا عندهم متاعب المستحقات تاعهم، وزادت السيما والورشات تاعهم حابسة والسيما طالعة. يعني هذا كنا نسألوا عليه، ولهذا الوزير الصناعة الجديد ربي يعاونه وربي يوفقه، يعني طلبنا بلي تكون ان كوميسيون دونكيت في كاع لي سيمونتري، واستجاب المقال وراهم يديروا لي كونترول وراهي السيما بدات تنقص. العمل على توسيع قائمة رخص الاستيراد خطوة إيجابية، إلا أنها لطالما فتحت فرصة للمضاربين. هذا ويتوقع